المسؤولية والالتزام من القاعدة والمشاركة الفعلية في صياغة القرار وتحريك الموارد البشرية وتعبئة الطاقات المحلية لخدمة البناء الديمقراطي السليم بقواعد التنمية الشمولية وترسيخ مرتكزاتها، وللقدرة التعبوية للجماعة الترابية موضعا هاما جدا في تحديد كفاءاتها في تدبير الفعل التنموي، حيث تتوقف قدرتها إضافة إلى العوامل المؤسساتية والهيكلية وقواعد العمل وضوابطه وعواملها الذاتية البشرية والمادية، وكذا العوامل النسقية والإطار التشريعي، أداة لتحقيق مختلف أشكال التفاعل والتبادل والتشارك والتعاون مع الدولة والقطاع الخاص والقطاع العمومي والقطاع والمجتمع المدني. ومن هنا تبدو أن مسؤولية الجماعة الترابية في تدبير التنمية المحلية بكل أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وإدارة آلياتها الضرورية والبحث عن وسائل تفعيلها على المستوى الترابي لمدينة أحفير، ليست كمتدخلة فحسب ولكن كمنشطة ووسيطة ومحفزة لباقي الفاعلين ومستقطبة للشركاء ومؤلفة بينهم وموحدة لأرائهم وتوجهاتهم في سياق خارطة طريق تروم تحقيق مشاريع إنمائية محلية موحدة وشمولية متوافق عليها. أيها السيدات والسادة، إن دراسة تشخيصية دقيقة لواقع مدينة أحفير من حيث توفر البنيات التحتية اللازمة والتجهيزات الأساسية السوسيو اقتصادية ذات القرب في إطار تفعيل المخططات الجماعية للتنمية وفق مقاربة تشاركية شمولية، أفضت إلى قناعة أساسية قوامها المزيد من الاهتمام بهذه المدينة قصد تأهيلها وترقيتها إلى مستوى موقعها الاستراتيجي الهام باعتبارها بوابة حدودية لبلدان المغرب العربي الكبير، ولكونها أيضا تشكل قاعدة خلفية للمحطة السياحية لمدينة سعيدية ذات البعد الاقتصادي والسياحي والثقافي المتميز، والتي تندرج ضمن مخطط المغرب الأزرق السياحي، وكذا تأهيلها وهيكلتها والنهوض بهذه المدينة من الناحية المعمارية بما يتلائم وخصوصيتها الجغرافية وموروثها الحضاري والثقافي والحضاري وإشعاعها الفكري والتاريخي الأصيل باعتبارها قلعة للنضال المستمر وفضاء للتعايش والسلم الاجتماعي والتضامن والتآخي على مر العصور. أيها الحضور الكريم، إن جهود التنمية المنشودة بهذه المدينة لن يتحقق إلا بتضافر كافة الجهود وانخراط الجميع في أوراشها، ولن يتأتى هذا إلا بخلق أجواء عمل يسودها التفاهم التام والحوار البناء بين جميع مكونات النشيطة والفاعلة في مجال التنمية الشمولية وفي إطار من الثقة المتبادلة، سواء على مستوى تركيبة المجلس الجماعي ذاته وتحديد توجهاته وبلورة اختياراته، أو على مستوى علاقاته مع الشركاء والفاعلين المانحين والانفتاح محيطه على المستوى المحلي والإقليمي والجهوي، وأحياناً على المستوى التعاون اللامركزي الأجنبي، أو على مستوى علاقة المجالس المنتخبة والسلطات المحلية والإقليمية، وذلك في إطار من التعايش والتشارك والتمازج والإعلام والتكوين، أو من خلال مقتضيات الوصاية التوجيهية ووصاية المواكبة والمصاحبة حتى يتسنى التقدم بخطوات ثابتة إلى الأمام. حضرات السيدات والسادة، لما كانت الصناعة التقليدية تعتبر قطاعاً حيوياً هاماً ورافداً أساسياً من روافد التنمية الاقتصادية والاجتماعية بهذا الإقليم الذي يعتبر إقليماً فلاحياً وسياحياً بامتياز، ويشهد تبعاً لذلك ميلاد مجموعة من الأوراش وإنشاء مشاريع كبرى مهيكلة ذات بعد اقتصادي واجتماعي قوي، سواء في المجال الفلاحي وفق مخطط المغرب الأخضر الفلاحي، أو في المجال السياحي حسب مقتضيات مخطط المغرب الأزرق، والذي تشكل مدينة أحفير قاعدة خلفية لمدينة سعيدية التي تندرج ضمن أو في مجال الصناعة التقليدية في سياق العديد من البرامج الحكومية ذات البعد التأهيلي للقطاع باعتبارها قطاعاً منتجاً ومشجعاً على تطوير المنظومة السياحية العصرية والتقليدية الشاطئية والجبلية، ومحفزاً على جلب السياح، بل وأكثر من ذلك رافداً من روافد التنمية الشمولية والهوية والخصوصية المتميزة للمنطقة ومكوناً رئيسياً من مكوناتها الاقتصادية والاجتماعية. وفي إطار الجهود المبذولة من أجل تنمية هذا القطاع
وتثمينه وتأهيله لوضع البنيات التحتية اللازمة. يسعدني كذلك على ما جاء كلمة معالي الوزير أن أغتنم هذه الفرصة لأزف لساكنة مدينة أحفير بجميع مكوناتها بشرى توقيع اتفاقية تتعلق بإحداث قرية للصناعة التقليدية لأحفير في إطار شراكة تضم وزارة الصناعة التقليدية ووكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لعمالة وأقاليم الجهة الشرقية، المجلس الإقليمي لبركان، المجلس الحضري لأحفير وغرفة الصناعة التقليدية لتشكل لبنة أخرى لدعم جهود التنمية المبذولة وخاصة المشاريع السوسيو اقتصادية ذات القرب التي تندرج ضمن استراتيجية شمولية تروم النهوض بالصناعة التقليدية وإعطاء دفعة قوية لهذا الإخطاء عبر تكوين اليد العاملة المؤهلة وتقوية ودعم المقاولات النشيطة في مجال الصناعة التقليدية والحرف وتوفير البنية التحتية اللازمة ودعم الأنشطة المنتجة والمدرة للطاقة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ضمن مشاريع إنمائية أخرى. وقبل اختتام كلمتي هذه أتوجه مرة أخرى إلى السيد وزير الوظيفة العمومية وتحديد القطاعات على ما يبذله من جهود لهذا الإقليم، وإنني كذلك أعول كثيرا على الدفع بعجلة التنمية بهذه المدينة من خلال دعم بنيتها التحتية وهيكلتها وإعادة تأهيلها ودعم المنشآت السوسيو اقتصادية والرياضية للقرب على خلق أجواء من الثقة والحوار المثمر واستقطاب الفاعلين وانخراط كل المكونات من سلطات محلية وإقليمية ومنتخبين وبرلمانيين وفعاليات المجتمع المدني والنسيج الجمعوي ولجنة المساواة وتكافؤ الفرص وكل من يرجى إسهامه في هذه العملية الرائدة. وفقنا الله جميعا لما فيه صلاح البلاد والعباد مستلهمين من السياسة الحكيمة والتوجيهات الميرة لمولانا الإمام الملك المقدام صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، ضارعين إلى العلي القدير أن يحفظه بما حفظ به الذكر الحكيم وأن يقر عينه بولي عهده سمو الأمير مولاي الحسن وأن يشد أسره بسمو السعيد مولاي الرشيد وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله.